اول ما مات كانت تنقع الرز وكان يطلع معاها الرز عن جد عن جد ناجح 100%. لا حماتي تنقع، فاني عفت طريقه امي واضطريت انه امشي مع طريقه حماتي. صارت جاهزه معانا نظاميه 100% مثل ما انتم شايفين. سلام عائلتي الحلوه، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. نورين قناتي، الله يسعدكم جميعا. اليوم حبيت ادخلكم بجو الشتاء، مثل ما تعرفون صارت الدنيا برد، فحبيت اغير المقدمه. بدل ما تكون بالمطبخ راح اسويها بالصالون يم الدفايه او جنب الدفايه، طبعا عن جد برد. حبايب قلبي، اليوم الفيديو ما راح يكون لا وصفه ولا تعلم، اليوم الفيديو راح اسوي اول طبخه شتويه. طبعا الطبخه هذه ما سويتها من الشتويه الماضيه، فراح ارجع اليوم اسويها واشوفكم طقوسها ومش لازم اسوي معاها وش لازم اسوي جنبها. هي راح تكون الفاصوليه البيضة مع لحمه وهيش وتوابل وشغلات. تابعوا مع الفيديو للنهايه لحتى تشوفونها. جزء انتم عندكم نفس الطبخه بس بشويه اختلافات. راح اسوي الفاصوليه البيضة مع برغل ورز. طبعا البرغل والرز كخطوات لازم تشاهدوا معايا الفيديو. اهم شيء اتمنى منكم تحطوا لايك وتشتركون بالقناه للناس اللي مو مشتركه، وراح احط لكم رابط قناة العائليه بالوصف. زاد اتمنى تشتركون بيها ومنورين قناتي يا احلى عالم. حاليا يلا نبلش الشغل. اول شغله نسويها راح نشغل الغاز ونجيب طنجره الضغط حاطين بيها شويه مي لحتى نسلق بيها الفاصوليه البيضه. الفاصوليه البيضه هذه هي طبعا انا نقعتها قبل بيوم قبل بليله، يعني منقوعه قبل بليله. راح اكثر كثير حكي لانه الكاميرا ثابته وما في حدا حوالي. طبعا يا بنات انا جايبه كيلو صدور، راح اسوي نصه ما راح اسوي كله، راح اسوي نص الكيلو لانه تصير لحمتها كثيره وما اريد مبالغ يعني. راح نخلي القطع هيش، لا هن كبار ولا هن صغار، كون الوسط. طبعا فروج صدوره كويس للفاصوليه البيضة تطلع طعمته كثير طيب. طبعا احنا بعد ما راح نقطع الفروج راح نشغل عليه النار. طبعا يا بنات هذا الفيديو راح تعتبر انه مو تعليمي، بس للبنت اللي حابه تتعلم انا راح اقول لك ايش راح اسوي يعني. فهمتن علي؟ راح يكون له هيك ولا هو هيك. طبعا بدي اياكم تكتبوا لي من اي بلد دعت تشاهدوني، لانه ولا مره سالتكم انتم من وين دعت تشاهدوني لحتى اشوف اي بلد اكثر شيء متابعتني. طبعا يا بنات هاي اللي زادت لنا الكيلو، ويمكن انا سويت اكثر من النص اكثر بشوي. طبعا انا غاسلتها قبل بوقت لحتى وقت نقطعها تكون معانا جاهزه، والميه اللي ركبناها على الغاز نستنى عليها لحتى تغلي بعدين نطب فوقها الفاصوليه ونغطي طنجره الضغط. واذا ما تطبخونها بطنجره الضغط تقدرون بالطنجره العاديه، بس لازم نغطيها لحتى تستوي معانا بسرعه. طبعا يا غوالي الفاصوليه يعني راح اطبخها على دبس البندوره ولحمه وهيج توابل وشغلات. واني هنا ناقعه 4 كاسات رز، وراح نطبخ جنبهن 3 كاسات او كاستين برغل، لانه مع الاسف يعني جوزي ما ياكل البرغل واني حابه اكل بلط هاي الاشلاء برغل، فلذلك مضطره اسوي نوعين. طبعا الرز اللي راح اسويه رز ساده وراح احط على وجهه لحمه، والبرغل راح اسويه برغل وشعيريه لانه بلطه الحامض الفاصوليه بتطلع كثير طيبه انه ناكل بلطها برغل. طبعا هاي الفاصوليه تقريبا كيلو فاصوليه بيضة. حاليا قلبت المي راح نفضيها فوقها بالطنجره. بسم الله. طبعا يا بنات هاي الاشلاء عن جد انا ما طبختها من الشتويه الماضيه، تعرفون بالصيف الفاصوليه ما يرغب لها خالص. حاليا لازم نغطيها، حاسه ان المي كثيره عليها، راح اخفف ميتها شوي. هاي ما تاثر وما راح احط لها اي شيء، هاي بس مرحله سلق. راح اغطيها واعيفها لبين ما تستوي بهذا الشكل. هين راح نبلش لازم نطبخ الرز مشان كل الطبخات يصير مع بعض، البرغل والرز واللحمه. بعد ما ركبنا الفاصوليه لحتى تنسلق حاليا راح نركب الفروج لحتى نطبخ تقريبا نص نقطه او اكثر من النص. راح نفضل الفروج او الصدوره وراح نحط فوقه عودين قرفه، طبعا هذا مشان الريحه تعطي طعمه طيبه. حطيت عودين قرفه
ها هذا بهار اسود، راح احط رشه بهار اسود صغيره. وش راح احط النوز؟ راح احط الهيل. الله ريحته قويه يا بناتي. راح احط 2 هيل او 3 حبات هيل، ما راح اكثر لانه بالحيل ريحته قويه. وراح نغطي وراح نحط فوق الفروج مي ونركبه على الغاز. عن جد يا بنات لما تحسين انه الطبخ متعه عن جد تطلع معاكن الطبخه ناجحه، بس لما تكوني وحده معصبه وزعلانه والله بحياتها ما تنجح معاها الطبخه. فلما الوحده تكون زعلانه من جوزها لازم يجيب لها شي جاهز، صح؟ هو صح. راح احط لها زاد رشه فليفله حمراء واشغل عليها الغاز. يلا طبعا اللي عندها قرنفل تقدر تحط مع الفروج زاد يعطي طعمه كويسه. ايوه وراح احط لها رشه فليفله. طبعا اتمنى انكم تستمتعون معي بهذا الفيديو واتمنى ما اكون ممله. حاليا لازم نغسل الرز ونبلش الطبخه الرز، بس بعد ما نغطى الفروج. طبعا طبخ الرز والفروج ما بتشل معلمية، كلياتنا طابخين وبالبداية ما يطلع معانا ناجح، بس بعدين مرة بعد مرة بعد مرة يطلع 100 100. راح اشوف جنانش راح اسوي وشلون بهاي الطريقة اطبخهم. اول شي لازم نغسل الرز مظبوط، نطلع منه المية البيضة خالص لانه هاي نشا والنشا يعجن الرز، ومن عجن الرز خلاص معناته طلعت معانا الطبخة فاشلة 100%. فالاساس ان نغسل الرز مظبوط. طبعا انا انقع الرز بميه غاليه قبل نص ساعه او ساعه. في ناس تنقع المي فاتره، في ناس ما تنقعه خالص. اول ما كانت تنقع الرز وكان يطلع معاها الرز عن جد عن جد ناجح 100%، بس لا حماتي تنقعه. فاني عرفت طريقه امي واضطريت انه امشي مع طريقه حماتي. فبالنهايه هي اللي معوده جوزي على الطبخ او على تشيل يعني. طبعا يا بنات حاليا راح نبلش بطبخة الرز. حاليا انا مركبه الفروج لبين ما يطبخ له شوي، ومركبه الفاصوليه البيضه لبين ما تنسلق 100%. فهنا راح نبلش بالرز. انا حطيت نص كاسة زيت او كاسة زيت، طبعا هاي مقياس حسب ما بدكم الرز دسم ولا ناشف. بعد ما شوي سخن راح نحط فوقه مي. طبعا بناس تطب الرز اول شيء تحمصه مع الزيت او السمنه او الدهن بعدين تحط المي، لان اسوي العكس مشان الرز ما يعجن معاك. كل مين هو واختياره يعني، المهم انه ينجح معاكم. طبعا انا ما اقدر مقدار كاسات، انا اقدر ايش قد بي مي فوق الرز. فوق الرز لازم الرز يتقطى مي ويصير فوقه اصبع واحد مي، هين ينجح معانا الرز. راح نعيف المي لبين ما تغلي، نكون حطينا بيها معلقه ملح ونكون حطينا بيها مكعبين ماجي او 3 مكعبات حسب ما انتم بدكم، ونطب فوق الرز ونعيفه لبين ما يفور لبين ما تقلب شوي على الرز، وبعدين نغطي عليه. ف نرجع لكم. طبعا يا بنات هاي الرز بلش يقلب شوي 5 دقائق او دقيقتين 3، ونغطي عليه، نهدي عليه النار ونغطي عليه. وهنا الفروج لازم يستوي اكثر من نص سويه، يعني ما لازم يفرق معانا، يظل متماسك. وهاي الشيء 5 دقائق وحاجتها نقدر نقول انه الفاصوليه انسلقت. طبعا يا بنات هنا تقريبا صار لها الفاصوليه 15 دقيقه على النار. راح اتاكد منها اشوفها مستويه ولا لا، راح اطلع حبه حتى نشوفها مستويه ولا لا. طبعا هي حاره بالحيل، مستويه امورها تمام، ظلت محافظة على قشرها، ما فقدت القشر بالطبخ او لانها بطنجرة الضغط مثل ما انتم شايفات بهذا الشكل، وصارت معانا مستوية 100%. بنات حاليا راح نبلش بالبرغل بشعيرية. هذا البرغل اللي راح استخدمه، راح احط منه كاستين، ما راح اكثر لانه الاغلبية يحبون الرز. هاي شعيرية ما راح استخدمها كلها،
طبعا يفضل انه ينطبخ الرز وشعريه بسمنه، يفضل اذا ما عندكم حطوا زيت. راح احط شعرياتكم وشغلي قبل البرغل. خمصة شعرية لبينة ما تسمر، والبرغل أنا ما غسلته ولا نقعته ولا سويت بيه أي شيء مشان يتحمص مع السمنة والشعرية تطلع له طعمة كثير طيبة. بعد ما تحمصت الشعرية لازم نطف فوقها البرغل. بس يتحمص شوي نحط فوقه المي شي تغطي ليهن مثلا، ونحط له ملح وخلصنا. طبعا يا بنات حاليا الفروج استوى معانا، الصفار هذا حطيت له 7 بهارات مشان هيش صار اصفر فما ياثر عادي، بس لحتى مشان ما تقولوا لي ليش تغير لونه. راح نحطهم بالطنجره اللي راح نطبخ بيها كل الفاصوليه. طبعا انا كبيت ميه الفاصوليه يا بنات لانه الفاصوليه هي لحالها ثقيله، فنخفف منها شوي ما نستخدم الميه اللي انسلقت بيها، مشان تعرفون انتم الفاصوليه بشتاء بالحيل ثقيله، فلذلك كبينا ميتها لتخفف الضغط شوي. طبعا عود القرفه وحبات الهيل شلناهن خالص طلعناهن من الفروج، وحاليا راح نضيف نركبهن على النار ونضيف الفاصوليه. يا بنات بعد ما صفينا الفروج وحطيناه بالطنجرة راح نحط فوقه الفاصولية بهذا الشكل، نفضل الفاصولية كلياتها. حطينا الفاصولية راح نحط فوقها مية الفروج. أنا أحب نكهة الفليفلة مع الفاصولية تطلع كثير طيبة، حامضة الفاصولية بالحيل تطلع طيبة، أنتم مخيرين يعني تقدرون تستغنون عنها. راح نحط دبس البندورة، راح نحط معلقتين يكونوا الكبار أو 3 معالق. طبعا الثوم راح نعيفه بعد شوي، بي ناس يا غوالي تحط ثوم، بي ناس تحط ثوم وبصل مع بعض، بي ناس تحط ما تحط 2، فانتم مخيرين طبعا. وراح نزيد عليها مي، نزيد عليها مي وراح نشوف ايش راح نحط لها بهارات. راح نحط فوقها المي شي تقطع الفاصوليا، وراح نحط لها مكعبين ماجي ونحط لها ملح وبهار اسود، وندق لها 2 أو 3 سنون من الثوم. طبعا انا بعد اشرح لكم لطول الفيديو مشان ما يطول عليكم، بعد اقول لكم ايش راح احط. حاليا يا بنات البرغل استوى راح نغطيه، والفاصوليا طبعا على النار اخر لمساتها، على قول تحاولوا بس لا تطولوا. طبعا يا بنات صارت جاهزة، راح نضيف لها الثوم، حركها شوي، صارت جاهزة معانا نظامية 100% مثل ما انتم شايفين. الفاصولية لسها مقاومة على حالها وبنفس الوقت استوت. عن جد صار لازم اخذ نفس لانه ما شاء الله لي ساعتين بالمطبخ، والحمد لله طلع معي شغل مرتب وطعمه لذيذة جدا. فاتمنى يا رب يعجبكم هذا الفيديو وتعجبكم الوصفات اللي سويتها، هي مي وصفات ولا تعلوم بس مجرد مشاركة معاكم. وعن جد هاي الطبخة البرغل والفاصولية يعني ما طبختن من السنة الماضية، تعرفون انتم بالصيف واحد ما يشتهي على هيش طبخات. ولهنا يا حبايب قلبي اقول لكم يا ريت تشتركون بالقناه وتحطون لايك لهذا الفيديو لانه تعبت عليه كثير، ومنورين ومع السلامه.